السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معايا. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل وش للنسكافيه بطريقة سهلة وبسيطة، وهتكون جاهزة عندي وقت ما أحتاج أعمل على طول، وهتوفر عليا وقت ومجهود إن شاء الله. كل اللي هحتاجه هجيب برطمان نسكافيه اللي هو تقريبا 50 جرام، وهعايره في كوباية، وبنفس الكوباية دي هعاير نفس المقادير. اول حاجة كوباية نسكافيه، كوباية سكر، ونص كوباية مية. هحط كل المكونات دي في المضرب الكهربائي مع بعض، وهبدأ على سرعة بسيطة او على اول سرعة، وبعد كده هزود السرعة تدريجيا لحد الخليط ما يمتزج مع بعضه. هيبدأ الخليط يعلى معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنفضل مستمرين في ضربه لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما يتكون عندي ويبقى كتلة واحدة. وبكده خلصنا وبقى الخليط عندي جاهز. هنزل الخليط في علبة بلاستيك، اهم حاجة تكون العلبة دي محكمة الغلق علشان ما يدخلهاش اي هوا ولا ريحتها تتغير معانا لما نيجي نحفظها في الفريزر. وفي فكرة هنا للناس اللي ما بتحبش الايس كريم اللي بطعم الفانيليا، ممكن ناخد معلقتين من الخليط ده عليه، هيغير طعمه للنسكافيه وهيبقى طعمه جميل جدا. وبكده بقى جاهز معانا. هنقفل العلبة كويس جدا وهنحطها في الفريزر، كل ما نحتاج نجيبها ونعمل بيها. هنا بس كل اللي هنعمله ان احنا هنحط المعلقتين او المعلقة او التلاتة على حسب ما نحبه، ونضيف عليهم اللبن، وبكده هيبقى جاهز معايا. هنتحكم في تقل النسكافيه ولونه كمان حسب المقدار اللي انا هحطه من الخليط اللي احنا عملناه وجهزناه مع بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.